سخط عارم يملأ فضاء هذا الزقاق بتارودانت حين وصول من يشبه في اغتصابه وقتله لفطومة التي لم تتجاوز بعد ربيعها الثالث. الجاني المفترض 30 حولا يعيد هنا تمثيل أطوار جريمته التي ما يزال وقع صدمتها قويا على نفسية أولياء الطفلة الضحية والرودانيين على حد سواء. البنت عندها عامين ونص ودق عليها هكايا وهذا السيد ما بيننا وبينه حتى شي حاجه ما كنعرفو ما والو ويجلينا باقي خصنا نعرفو كلنا ماشي غير انا اللي باها يعني راه كلها بنتكم يعني المغرب كله راه بنتو هذيك واش غنقولوا داوموا لله هادشي اللي نطلبوا من الله نطلبوا الله يعوضنا على كل شيء اللي وقع ونفوضوا الامر ديالنا الله وحنا كنطلبوا هاد السيد هذا يعطوا اقصى عقوبه وحنا فرحانين من اللي قبطوه وحمدنا الله وشكرناه بهم. رغم محاولته اخفاء معالم الجريمه المصالح الامنيه بتارودان تمكنت في ظرف زمني قياسي من تحديد هويه الجاني المفترض والقاء القبض عليه. تم الايقاف ديالو في واحد الوقت قياسي ما تعداش 24 ساعه. الان احنا بصدد لاتمام الاجراءات المستريه تحت اشراف مباشر للنيابه العامه قصد استكمالها وتقديمه امام السيد وكيل العام الملك لدى محكمه استئناف لاكادير. ساكنه تارودانت لم تستصغ الحدث وان تطالب بانزال اقصى العقوبات في حق الجاني فلكي يكون عبره لمن سولت له نفسه الاعتداء على الغير اطفالا كانوا ام بالغين.